جيم المعروف الذي لعب مع نادي جنين في دوري المحترفين عندما خاض الفريق تجربة الأولى والأخيرة والتي يأمل نادي جنين بأن يكررها. أحمد أو اللي هو مع بريكي يلعب للأمام طويلة. قيس بريكي في الدفاع طبعا لنادي جنين اليوم الأجنبي. اللعب العرضية وبرضه اللاعب يضيعها محمد عمر يلعب الخطيب انطلاقة أمامية لجنين يراوغ راء على اليمين. نعم تقدم اللي هو الخطيب ولكن رمية التماس. أو ركلة ركنية الآن لمصلحة نادي جنين. ركلة ركنية لجنين. نصف الشوط الأول مر. نصف الشوط الأول مر. جنين قادم الكسارة عسكر قادم. مرة ثانية العرضية في الشبكة الخارجية. عسكر لهدف أبيض عن طريق اللاعب كرم عوض بالرقم 12 والآن تقدم لمحمد عمر. واحد من لاعبي الكبرى مع الفريق الأزرق. ترجع لأمل زريقي لاعب منتخب الوطن الأولمبي طبعا لاعب رقم 15. مستقبل كبير ينتظره لاعب نادي طبعا عسكر اللاعب احمد الزريقي. عيون خلفيه الكره مرمى بالامام طويله الزريقي يستلم. 10 دقائق متبقيه لنهايه الشوط الاول. شوط اول يعني من سخنين وفلان الفلاني من الجولان لانه صراحه نستمتع بلفظ هذه الاسماء وهذه المدن وهذه ايضا المناطق الفلسطينيه. باليسار ممتازه ممتازه ممتازه. مش عارف وانتم خايفين على الكره. فالى اللقاء. وستعاد إليكم في وقت لاحق إن شاء الله سنعلن عنه عبر الصفحة الرسمية. تبديل هون وتبديل هناك والانطلاقة لنادي الجنين محاولة. مهاري 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 اللي هو أحمد الخطيب لسه عند الكرة لسه عند الكرة لكن مهاري ومش سريع. الخطيب يلا باصك يا ولد. نعم أمامية طويلة الآن عند اللاعب أحمد الخطيب. أحمد الخطيب ولكن الزريقي مش قلت لك يا كابتن رجعت عملت نفس الغلطة. 5 أو 6 أمتار متتالية لكنه من أكبر لاعبي العالم وأفضلها ما أجريت. وعسكر ايضا اجرى تبديلين والكرة الامامية لزريكي والمحاولة المتابعة ممتاز. شوف المدافع رقم 15 قدم ايضا لقاء جيد. بيلعب الباص بتروح للامام للجنين ولكن لزريكي ثقة كبيرة من جانب اللاعب احمد الزريكي.